الإنزيمات الهاضمة. للإنزيمات الهاضمة دور هام في تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم، فبدونها لا يمكنك الاستفادة بالطعام الذي تتناوله. فهل توجد هذه الإنزيمات في مكان واحد وتقوم بوظيفة واحدة أم لا؟ هيا نتعرف على الإجابة سويًا. أولًا، يمكن تعريف الإنزيمات الهاضمة بأنها مجموعة من البروتينات المعقدة التي تعمل على تحفيز التغيرات الكيميائية. هذا بالإضافة إلى دورها في تحويل السكريات المعقدة إلى سكريات بسيطة حتى تصبح أكثر سهولة في عملية الهضم. أما عن أهمية الإنزيمات الهاضمة في الجسم ودورها في الجسم فتتمثل فيما يلي: تحفيز عملية الهضم تنشيط الكبد والتخلص من السموم زياده كفاءه الجهاز المناعي تسهيل عمليه الاخراج تحسين الدوره الدمويه تقلل من تقلصات المعده وطارده للانتفاخات والغازات والان بالنسبه لانواع واماكن الانزيمات الهاضمه فتتميز الانزيمات الهاضمه بخصائصها المتنوعه والتي تختلف حسب المكان الذي يتم افرازها خلاله من الجهاز الهضمي كالامعاء الغليظه والدقيقه والمعده والغدد اللعابيه والبنكرياس حيث يمكن تصنيف عمليه الهضم على النحو التالي اولا هضم البروتين حيث لا يتعرض البروتين لاي انزيم داخل الفم وبالتالي فان اول مكان تتم فيه عمليه الهضم له هي المعده وذلك لاحتوائها على انزيم البيبسين والذي يقوم بدوره في وجود حامض الهيدروكلوريك بتحويل البروتين معقد التركيب إلى مركبات متعددة الروابط وبعدها تتحرك هذه المركبات إلى الأمعاء الدقيقة حيث إنزيم البروتيز والذي يتواجد فيه المعدة الأمعاء الدقيقة البنكرياس ويقوم بتحويل المركبات متعددة الروابط إلى جزيئات بروتينية أصغر حجما وأحماض أمينية ثانيا هضم الكربوهيدرات والتي تبدأ في الفم من خلال انزيم الاميليز الموجود باللعاب، فيعمل على تقطيع الكربوهيدرات الى مواد سكرية. وعندما تصل المواد السكرية الى الامعاء الدقيقة، تتم مواصلة عملية الهضم، وذلك بواسطة انزيم الاميليز، الذي يتم افرازه بواسطة البنكرياس، فيحول الكمية المتبقية من النشا غير المهضوم إلى سكر الملتوز. ثالثًا هضم الدهون فعلى الرغم من وجود انزيم الليبيز في الفم لا يحدث اي هضم للدهون به وذلك لان فتره بقاء الطعام داخله غير كافيه لاتمام الهضم حيث يتم هضم الدهون بشكل رئيسي في الجزء العلوي من الامعاء الدقيقه بعد وصول انزيم الليبيز من البنكرياس هذا بالاضافه الى العصاره الصفراء التي تنتج من الكبد وتخزن في المراره والتي تعمل على تحويل الدهون إلى مستحلب دهني ثم يقوم الليبيز بتحويله إلى أحماض وجلسرين